كان عمر رضي الله عنه يردد دائما ويقول كل يوم يقولون مات فلان ومات فلان، وسيأتي يوم سيقولون مات عمر ومات عمر. لكن كيف مات؟ مات عمر، ولكن كيف مات؟ تفكروا أحبتي وتيقنوا، تفكروا أحبتي وتيقنوا أن الموت حق لا بد منه. قال عمر ابن عبد العزيز لبعض العلماء عظني، فقال لست أول خليفة تموت. قال زدني، قال ليس من آبائك أحد إلى آدم إلا ذاق الموت، وسيأتي دورك يا عمر، وسيأتي دورك يا عمر. فبكى لعمر وخر مغشيا عليه.